بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين، اسمحوا لي أولا أن أقدم إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عزيز آل سعود حفظه الله وراه، ومن خلال جلالته إلى حكومتي وشعب الملك العربي السعودي الشقيقة خالص الشكر وعظيم الامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين خططت بهما أنا والوفد المرافق لي منذ وصولنا إلى البلد الكريم المملكة العربية السعودية. كما وحي تنظيم جيد أعمال هذه القمة التي نتوقع منها بثقة ارتقاء العلاقات العربية الصينية نحو أفاق أوسع الازدهار والتقدم في مختلف مجالات التعاون المشترك بيننا وبين جمهورية الصين الشعبية. إنني على يقين من أن هذه القمة ستسهم في مراعاة الرؤية والسياسات بشأن قضايا الثائرية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي تعزيز الحوار السياسي والموافق المشترك التي تهدف إلى حماية المصالح العربية والصينية ودعم السلام الدولي والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات. كما أنني مقتنع بأن هذا الدورة الأولى لقمة العربية الصينية التي ستضيفها المملكة العربية الصينية الشقيقة بالإضافة إلى أمتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين الدول العربية وجمهور الصين الشعبية ستسهم في خلق روح جديد للشراكة العربية الصينية على أساس متينة وواضحة تمهد الطريق لتنسيق سياسي وتعاون وتكامل اقتصادي ناجح، ونأمل أن تكون حافزة قويا للالتحاق من العلاقات العربية الصينية نحو أفاق أوسع بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين. في الواقع على مدار 70 عاما وأكثر الماضية منذ تأسيس الصين الجديدة، كانت الصين والدول العربية دائما تحترم بعضها البعض وتعامل بعضها بعضا على قدم المساواة. لذا فإن هذه القمة الصينية العربية الأولى هي حدث كبير وخطوة مهمة نتخذها منذ التزام رئيس جمهورية الصين الشعبية بمضاعفة التبادل التجاري مع دول الخليج بين عام 2014 و2023. ومن هنا فإنني أحيي روح الصداقة والاستعداد للعمل يدا بيد لبناء المجتمع العربي الصيني الذي نريده من أجل مستقبل مشترك زاهر. تتجلى هذه الروح في التعاون المدوج الذي تمكنا من ترسيخه في مكافحة جائحة كوفيد، وفي التعاون الناشي بين الأطراف الصينية والعربية على أساس المنفعة المبادلات والشراكات المبيحة الجنين. الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أذكر هنا بأن بلدي جمهور الإخوات المتحدة قد شرع في إصلاحات اقتصادية ودبلوماسية جديدة بهدف تنفيذ رؤية طموحة للارتقاء للبلد إلى مرتبة الدول الصاعدة بحلول عام 2030. وفي إطار رؤيتها عقدت حكومة جزر القمر بالفعل مؤتمرا شركاء التنمية في باريس في عام 2019 بجناح كبير. وفي عقب هذا المؤتمر وبعد كوفيد-19 التي أثبت الزخمة المكتسبة في باريس، نظمت الحكومة القمرية اجتماعا رفيع المستوى بشأن متابعة مؤتمر شركاء التنمية في جزر القمر. كان هذا الاجتماع على مستوى توقعنا، ومكن في تسديد إعلانات تمثيل جديدة لعدد إطلاق عملية جديد وتعبئة إعلانات خطة العمل التنمية والتنفيذ الفاعل لخطة جزر القمر الصاعد بحلول عام 2000. كما مكن هذا الاجتماع من مشاركة توجهات الاستراتيجية لحكومة إعادات إطلاق التنمية المستدامة في بلاد وإعادتها إلى مسار الظهور في إطار جندة الاتحاد الأفريقي حتى عام 2063 وأجندة الأمم المتحدة حتى عام 2030.
ذلك أود أن أشاهد الجميع في إطار هذه القمة الصينية العربية مساعدتنا في تنفيذ مشاريع وتوصيات هذا الاجتماع رفيع المستوى بشأن متابعة خطة عمل البرنامج. وفي الختام أنتهز هذه الفرصة لأعبر هنا عن خالص الشكر وامتناني للدول العربية والصناديق العربية المتخصصة لمشاركتها الفعالات العنتية المطروحة، وأشكر جمهورية السنة الشعبية على دعمها المتواصل للتمنية لمشاريعنا، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.